يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة مهمة جدا جدا جدا، عندنا فيها كلام كتير مفصل وأخبار وكواليس كمان بتتعلق باستعدادات النادي الأهلي الأخيرة لمباراة الغد أمام طلائع الجيش في بطولة السوبر. هذه المباراة الهامة جدا والبطولة الهامة جدا بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره. إن شاء الله الأهلي يكون موفق في هذه المباراة اللي هتكون بتتلعب على استاد الجيش ببرج العرب إن شاء الله بكرة الساعة 7 مساء. بداية تكون مهمة للنادي الأهلي في الموسم الجديد من الجانب المعنوي تحديدا. عندنا كمان أمور كتير هنتكلم فيها على مختلف الأصعدة بخلاف النادي الأهلي، وده اللي بيهمنا جدا جدا خلال الأيام الحالية. لكن عندنا كمان أخبار بتتعلق بالجانب المحلي والجانب العالمي هنتكلم فيها على مدار فقرات الحلقة المختلفة، بالتالي تابعوا فقرة فقرة من هذه الحلقة الهامة جدا. دايما كمان مهم قوي تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقة النهاردة، وسؤال الحلقة بيتعلق بتوقعاتكم لنتيجة مباراة الغد ما بين الأهلي وطلاع الجيش في السوبر المصري، ومين اللي ممكن يجيب كمان الأهداف بإذن الله واحد أحد تكون للنادي الأهلي. هناخد تفاعل حضراتكم من خلال تواصلكم معانا على صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، وكالعادة في الجزء الأخير هنعرض تفاعلات حضراتكم بإذن الله. البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين. نشوف في ترند الأهلي: الأهلي يختتم تدريباته استعدادا للسوبر، وبيرسي تاو ينتظم في التدريبات بعد أسبوعين. أما في الترند العالمي: استبدال ميسي أمام ليون يثير الجدل. طيب، يعني حلقة دسمة جدا وأخبار كتير جدا مهمة، لكن خليني أبتدي بأبرز مباريات اليوم. في ماتشين مهمين جدا سواء في الدوري الأسباني مباراة بتتعلق أو بتخص برشلونة وجماهيره، وعنده مواجهة على الكامب نو، مواجهة مهمة جدا خصوصا بعد الهزيمة الأخيرة في الشامبيونز ليج، فبالتالي مهمة قوي بالنسبة لهم إن هم يقدروا يتداركوا الموقف ويحاولوا يعالجوا أمور كتير جدا بتحدث لهذا الفريق العريق على مدار سنوات قليلة ماضية، وفي محاولة لعودة الاستقرار. فبالتالي برشلونة هتلعب الساعة 9 مع غرناطة في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأسباني، زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة، مباراة مهمة جدا لبرشلونة. أما في الدوري الإيطالي ففي أيضا مباراة وحيدة ما بين أودينيزي ونابولي، دي مباراة هتكون في تمام الساعة 9 إلى ربع مساء. دي أبرز المباريات النهاردة في جميع دوريات العالم. النهاردة كمان زي النهاردة تحديدا يعني ذكرى فوز النادي الأهلي بالسوبر المصري على حساب نادي الزمالك بنتيجة 3-2 في مباراة كانت رائعة جدا 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 في أولى مباريات مستر ريني فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي. كانت تاني مباراة لي تحديدا بعد كانو بيلرز في دوري أبطال أفريقيا في دور الـ 32، كان يوم 20/9/2019. زي ما حضراتكم شايفين الهايلايتس بتاعت هذه المباراة، كان أحرز الأهداف هدفين لجونيور أجاي، وهدف كان رائع لحسين الشحات بعد مراوغة أكثر من رائعة لحمدي النجاز لاعب نادي الزمالك، فقدر النادي الأهلي من خلال هذه المباراة أن هو يتوج بلقب السوبر المصري. والأهلي طبعا صاحب الرقم القياسي في هذه البطولة برصيد 11 بطولة، إن شاء الله بكرة تكون البطولة رقم 12 بالنسبة لكل الأهلاوية. هروح لفاصل، بعد الفاصل بقى عندنا تعليق كتير جدا على أمور مهمة وتفاصيل أكتر كمان عن استعدادات النادي الأهلي، بس هناخدها كده واحدة واحدة، فاستنونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. في الحقيقه عندي بعض المحاور اللي عايز اتكلم فيها مع حضراتكم، لكن خلينا نبتدي بالحدث الاهم والابرز وهو استعدادات النادي الاهلي لمباراه الغد امام طلائع الجيش، لانها مباراه بطوله. اي مباراه الاهلي بيبقى عايز يلعبها بيبقى عايز يكسب بيها يكسبها يعني، وبيبقى مركز جدا جدا، ما بالك بقى لما كمان تكون مباراه لقب. فمهم جدا التركيز عند لاعبي النادي الاهلي، معسكر شغال بالنسبه للفريق بدايه من يوم 16، استعدادات ماشيه بشكل ممتاز
في الحقيقه بالنسبه لعناصر الفريق ككل، الجهاز الفني كمان. تواجد الكابتن محمود الخطيب يعني اطفى نوع من انواع الدوافع الاضافيه لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. زي ما حضراتكم شايفين لقطات لفرقه الاهلي في مقر اقامتهم في برج العرب قبل ساعات قليله من انطلاق مباراه الغد امام طلائع الجيش. المباراه دي صعبه؟ اه طبعا صعبه. اي حد يقول لك ماتش سهل، اصل طلائع الجيش مش عارف مين مشي من عنده، اصل طلائع الجيش فريق يعني برضو مش قوي وكلام من ده، لا استشهد على طول بايه؟ استشهد بطلائع الجيش في نهائي كاس مصر قدام الاهلي، الاهلي كسبه بركلات الترجيح. استشهد بطلائع الجيش قدام النادي الاهلي في المباريات الاخيره في بطوله الدوري السنه اللي فاتت او الموسم اللي انتهى يعني من شهر تقريبا، كانت مباراه صعبه جدا جدا جدا، المباراه اللي خلصت بالتعادل ساعتها. استشهد بتواجد طلائع الجيش في السوبر المحلي، فبالتالي هو فريق تقيل. طيب هتقول لي مشي من عنده بعض العناصر، طب تعالى كده واحده واحده نتكلم. طلائع الجيش عملوا ايه في فتره الانتقالات الحاليه قبل مباراه الاهلي غدا في السوبر؟ مين مشي من طلائع الجيش؟ مشي ناصر منسي، رجع الاعاره بتاعته خلصت، رجع بيراميدز. مشي عمرو جمال، اتنين من اللعيبه الكويسين جدا 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 رحلوا عن فريق طلائع الجيش. اعتقد كمان يعني احمد سمير راح فيوتشر، احد ابرز اللاعبين برضو في طلائع الجيش. لو معلومه اكيده، ما اعرفش تم الاعلان الرسمي ولا لا، كنت اعرف ان في مفاوضات من فاركو من فيوتشر، سمعت ان هو راح فيوتشر يعني. فثلاث لعيبه تقال بصراحه، الثلاثه تقال. لكن تعالى بقى بص معايا، اتعاقدوا مع كام لاعب؟ كام لاعب طلائع الجيش تعاقد معاهم؟ حوالي 10 او 11 لاعب باسماء جيده جدا جدا وهتكون اضافه لفريق طلائع الجيش، بخلاف مين؟ بخلاف الجهاز الفني، كابتن عبد الحميد بسيوني اللي عامل شغل كويس جدا معاهم الموسم اللي فات يعني، من اول ما مسك المسؤوليه وهو ماشي بشكل رائع. فبص الاسماء اللي جابها فريق طلائع الجيش عشان تعرف مدى قوه هذه المباراه ومدى اهميه ان الاهلي يكون مركز جدا واخد المباراه بمنتهى الجديه. طبعا الجديه هتكون موجوده، انت بتلعب على بطوله، دي ما فيهاش هزار يعني، هو الاهلي حتى لو ماتش ودي بيلعب بجديه يعني، فما بالك كمان لما يكون فريق تقيل بعناصر تقيله. فطلائع الجيش جابوا مين؟ ميدو جابر من سيراميكا كليوباترا، لاعب الاهلي الاسبق ولاعب سيراميكا السابق، لاعب مميز جدا جدا، عنده جوانب فرديه رائعه، مهارات ممتازه، فاكيد اضافه لفريق طلائع الجيش. جابوا كازاجي كاسونجو، لاعب الوداد الاسبق ولاعب المصري اللي انتقل في فتره الانتقالات الحاليه من المصري للطلائع، فبالتالي عنصر تاني قوي جدا. جابوا مين كمان؟ جابوا محمد الصباحي من الاتحاد، احد اللاعبين المميزين، محمد جابر من المصري، عبد الرحمن شيكا من الانتاج الحربي، التونسي محمد علي الجويني مدافع الصفاقسي، ده جايبينه في صفقه انتقال حر لمده موسمين، تعاقدوا معاه لمده موسمين. كريم عمير ده من بوردو الفرنسي، لاعب مميز بيقولوا. رمزي مدحت لاعب دجله، وده بالمناسبه كان بيلعب في الدوري اليوناني قبل ما يلعب مع دجله. محمد انور مدافع الاتحاد السكندري. احمد عفيفي لاعب الانتاج الحربي. وجابوا مهاجم نيجيري كمان مميز بيقولوا اسمه اكينادي، ده مهاجم مميز جدا، فبالتالي العدد كده ايه؟ ادي 2 4 6 8 10 11 لعيب. في المقابل يعني ابرز الاسماء اللي رحلت، الاسماء البارزه قوي الثلاثه اللي قلت لكم عليهم يعني، ده لو احمد سمير كمان مشي يعني، المعلومه مش اكيد عندي. ف 11 لعيب اكيد هيكونوا اضافه كبيره جدا لطلائع الجيش وللكابتن عبد الحميد بسيوني، فمن هنا تعرف مدى قوة وصعوبة هذه المباراة. كنت بتكلم واحد من صحابي النهارده من الاهلاويه الجامدين قوي يعني، فيقول لي لا الماتش سهل ان شاء الله هنكسب الطلائع وهناخد لا طبعا الماتش مش سهل خالص خالص، ماتش صعب جدا 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 ولازم نكون مركزين فيه ومديين فريق طلائع الجيش حجمه واحترامه الكامل، لانه فريق فعلا مميز سواء على المستوى التكتيكي او المستوى الفردي بالنسبه للاعبين، فهي اكيد مباراه صعبه، ان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه ويكون استعد الاستعداد الامثل لبطوله مهمه زي دي، مهمه قوي ان انت تبتدي الموسم فايز بيها. الجوانب المعنويه عندك، الدوافع كمان تزيد، كل هذه الامور قبل موسم مليء بالتحديات الصعبه جدا جدا في مختلف المنافسات سواء محليا او قاريا، فان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. لسه عندي كلام كتير جدا وتفاصيل كتير بتتعلق بكواليس مباراه الغد، هتكلم فيها مع حضراتكم لاحقا في جزء لاحق من هذه الحلقه. طيب ده فيما يتعلق بمباراه الغد، تعالى لي بقى في ايه؟ في كام جزئيه كده. انا في الحقيقه عندي حاله من الاندهاش، حاله من الاندهاش كبيره قوي قوي قوي. ايه السبب؟
مندهش ليه يا عم؟ انا مندهش بصراحه من كم الاخبار السلبيه اللي بيحاول البعض يطلعها على النادي الاهلي، مندهش من كم الازمات اللي بيحاول يخلقها البعض للنادي الاهلي. يا جماعه، هل معنى ان نادي يكون عنده ازمات ومشاكل ربنا يوفقهم في حلها فلازم ان انا كمان اخلق للاهلي ازمات؟ يعني انا ما ينفعش ان انا اطلع اقول اصل مثلا نادي سين عنده مشاكل كذا 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 كذا، فعشان اعمل توازن اقول اصل الاهلي كمان عنده، اصل بيتسو موسيماني احتمال يمشي، اصل مش عارف محمد محمود عامل ازمه، اصل مش عارف مين اتخانق مع مين. هل ده منطقي؟ هل ده الصح؟ حاله التوازن دي لازم تتعمل، لازم، مش ضروري يا جماعه. لو الاهلي عنده ازمه حقيقيه قولوا. الاهلي لما يكون عنده مشكله في الفرقه بيطلع يعلنها، ما عندوش مشكله خالص. زي موضوع كهربا هنستشهد بيه دايما، لان ممكن اي حد تاني كان يقول لك لا يا عم خبي، مش مهم تتكلم عن كهربا، مش مهم تقول ما فيش مشاكل. لا، الاهلي دغري صريح في الحاجات دي. كهربا ساعتها عمل مشكله، عمل مشكله وتعاقب بكذا كذا كذا كذا. فلو في ازمات يا جماعه والله هنقول، يعني لو في مشاكل الاهلي هيقول. لكن انا اللي عامل لي حاله الدهشه دي ان الناس بتحاول تعمل توازن ما بين الانديه في الازمات. لا، الاهلي ما عندوش مشاكل. الاهلي يا جماعه ما عندوش مشاكل. الاهلي ما شاء الله لا قوه الا بالله مستقر. الاهلي مثال يجب ان يحتذى به للمؤسسه المستقرة الناجحة. مثال يجب أن يحتذى به للمؤسسة المستقرة الناجحة. نتعلم من الأهلي، نتعلم من أسلوب إدارة النادي الأهلي على مدار الأجيال المختلفة. اللقطات اللي حضراتكم بتشوفوها دي بتعكس مدى استقرار النادي الأهلي، مدى وحجم الإنجازات اللي بيحققها النادي الأهلي. فبعد اذن حضراتكم يا جماعه، ايا كان مين اللي بيتكلم في الامور دي، مش لازم حضرتك تعمل لي توازن خالص في الازمات. مش شرط. اللي عنده مشكله عنده مشكله، اللي ما عندوش مشكله قول ده ما عندوش مشكله، ده مستقر، استشهد بيه. ايه المشكله لما نستشهد بالنادي الاهلي؟ هل يا جماعه هنا احنا كده بنأفور او بنقول كلام مش حقيقي؟ لا والله، فعلا الاهلي مستقر وما عندوش اي مشاكل خالص خالص. والاستقرار اللي بينعم بيه النادي الاهلي ده مش جديد عليه ابدا. على مدار مختلف مجالس الادارات في استقرار في النادي الاهلي، نادرا قوي لما تلاقي تسمع اصل في مشكله مش عارف ايه كلام من ده، نادرا. طيب هل انا ممكن اقول لك اصل الاهلي ده عمر ما حصل فيه مشاكل؟ لا، اكيد مفيش حته ما فيهاش مشاكل. بس انت ازاي بتقدر تحل؟ ازاي بتقدر تعالج؟ ازاي بتقدر تقفل على نفسك علشان تعدي اي عقبه ممكن تواجهك او اي ازمه او اي مشكله يعني. فدي جزئيه مهمه جدا، واتمنى ان ما يبقاش في كلب مكيالين وما يبقاش في محاوله لخلق الازمات بالنسبه للنادي الاهلي يا جماعه. طيب مثال خلق الازمات ده ايه بقى؟ تعالى بقى رقم واحد. قال لك بيرسي تاو عنده اصابه مزمنه. طب حقيقه الموضوع ده ايه؟ طلع الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق قال لك يا جماعه بيرسي تاو باذن الله هيكون متواجد في التدريبات بعد اسبوعين او خلال اسبوعين، وما عندوش اي اصابه مزمنه اطلاقا. ووضح وتم التوضيح ده اكتر من مره من خلال بعض البرامج اللي في قناه النادي الاهلي، ان اللاعب كان اتصاب وهو مع فريق او منتخب جنوب افريقيا منتخب بلاده في المباراتين اللي اتلعبوا في تصفيات كاس العالم، بخطا ممكن من الجهاز الطبي هناك. كان عنده يعني الام شويه في العضله الضمه فادوله مسكنات فالاصابه كبرت شويه. فهي دي القصه. لكن اصابه مزمنه ازاي؟ ده واحد كان بيلعب في كلوب بروج البلجيكي وفي اندرلخت ومحقق ارقام كويسه مميزه جدا، مش كويسه يعني، حقق ارقام جيده جدا جدا يعني، ومهدف وعامل اسيستات ومساهم في اهداف كتير، كان ماشي كويس قوي. واحد بيعمل كشف طبي في برايتون مع بدايه كل موسم، لما بيرجع من الاعاره شارك في البري سيزون بالنسبه لهم واحرز هدف جميل جدا. فاصابه ايه اللي مزمنه؟ وفي الحقيقه الموقف ده والكلام عن الجزئيه دي تحديدا والناس بتحاول تتناولها من الجانب السلبي وتخلق ازمه النادي الاهلي فكرني بايه؟ فاكرين حضراتكم لما الاهلي تعاقد مع محمد بركات؟ كنا جايبينه من العربي القطري على ما اتذكر،
وقال لك ده عنده الغده الدرقيه تقريبا يعني ساعتها، واصابه مزمنه وهيفضل يعاني منها وبياخد مش عارف ادويه ايه ومش عارف منشطات ايه وكلام من ده. عمل ايه محمد بركات؟ الاصابه المزمنه عملت له تاريخ مع النادي الاهلي مش طبيعي، تاريخ مش طبيعي. نفس الحال بالنسبه لايفونا، ايفونا لما اتقال عليه اصل عنده مش عارف اصابه ايه مزمنه اصل كلام من ده، عمل موسم مع الاهلي ولا اروع من كده. فانا بتفائل بمثل هذه الامور. دي من ضمن الازمه او ازمه من ضمن الامور اللي حاول يخلقها البعض عن النادي الاهلي. هروح لفاصل وبعد الفاصل هنرجع نكمل عن بعض الاخبار اللي بتطلع عن النادي الاهلي ونوضحها لحضراتكم ونتكلم ونوري قد ايه الاهلي مستقر والاهلي ما عندوش مشاكل، لان الاهلي بيستعد للبطوله يا جماعه. الاهلي مش فاضي للحاجات زي دي، الاهلي عنده ماتش بكره مهم جدا، ماتش بطوله. فبعد الفاصل نكمل. استنوا، تعالى بقى نروح على مين؟ على محمد محمود. محمد محمود الناس قالت لك اصل هو ما راحش المعسكر مع الاهلي، ففي قصه وازمه كبيره جدا وفي مشكله والدنيا قامت ما قعدتش وكلام كتير جدا على محمد محمود. اللاعب زعلان؟ ممكن يكون زعلان طبيعي، مش ممكن ده لازم يكون زعلان. اي لعيب عايز يتالق وعايز يساعد فرقته وعايز يعمل اسمه وتاريخ مع الاهلي لما هيتم استبعاده هيكون زعلان، مع وضع في الاعتبار ان هو لسه راجع من اصابه لمده سنتين. طيب في فرق ما بين الزعل وما بين الازمه. هل اللاعب عمل ازمه؟ طب تعالوا نشوف نعرض كده. النهارده محمد محمود منزل على ستوري انستجرام عنده صوره ليه وهو في التدريبات للمجموعه المستبعده من مباراه الغد وهو بيبتسم. اهو محمد محمود تحت على الشمال اهو، شايف ده منظر واحد زعلان او ميت من الزعل او عامل ازمه بذمتكم؟ ده منظر واحد متضايق خالص؟ هو موجود اهو، وبيرسي تاو اللي عنده اصابه مزمنه، وجونيور اجاييه تمام، وعدد ماوكوكا، وكذا حد كذا حد من اللعيبه العربي، بدر موجود، فبعض اللاعبين مميزين جدا جدا جدا. فده منظر واحد عنده ازمه؟ مفيش اي ازمه وفي اي مشكله، هو بيحترم جدا قرار الجهاز الفني وهيشتغل بشكل كبير جدا على مدار الفتره اللي جايه علشان يكون متواجد في القوائم الخاصه بمباريات الاهلي المختلفه. فدي كانت من ضمن الاخبار برضو اللي البعض حاول ان هو يصدر ازمه من خلالها للنادي الاهلي. طيب دي لقطات لمحمد محمود لما شارك في المباراه الوديه، وبصراحه تالق، عمل مباراه رائعه او الشوط الثاني رائع، وسام في ان يجيب لنا ضربه جزاء ما وفقش فيها احمد عبد القادر، فباين قد ايه ان هو لعيب مهم. واحنا ما حدش يختلف عن محمد محمود في الحقيقه، يعني قبل الاصابه كان ممتاز، لكن طبيعي وانت راجع من الاصابه ممكن تاخد وقت شويه. لما ترجع كمان من اثنين صليبي واحد وظروف تقريبا، فعمرك ما هتخش مره واحده، يعني مفيش حد بعد اصابه سنتين هيخش مره واحده في الماتشات. يعني كان ممكن يكون موجود عشان يكتسب الحساسيه بتاعه الاجواء بتاعه المباريات الكلام من ده. وبالمناسبه هم هيكون موجود هو وبيرسي تاو بكره في مباراه طلع الجيش في المدرجات يساندوا النادي الاهلي. اخر حاجه عايز اتكلم فيها سريعا قبل ما اروح لزميلنا العزيز محمد توفيق، النهارده استوقفني خبر ومن خلال حساب في الجول، واللي قالوا ان تصريحات عن طبعا المهندس مصطفى مراد فهمي نائب رئيس شركه الكره بالنادي الاهلي، اللي قال فيها كان يعني البعض قال اصل مصطفى مراد فهمي راح سال الاهلي كلف ان هو يسال في الفيفا هل الزمالك هيتخصم منه ومش هيتخصم منه، دي حاجه ما تخصناش خالص. والراجل بنفسه نفى، قال علاقتي بالفيفا انتهت من عام 2017، لم يحدث ان كلفني الاهلي للتاكد من حقيقه خصم نقاط من النادي او اي حاجه. طبعا زي ما حضراتكم عارفين امبارح الكلام طلع بالشكل ده، لكن نفاه المهندس مصطفى مراد فهمي. برضو البعض بيحاول يقحم النادي الاهلي في اي مشكله. طيب خلينا نروح لزميلنا العزيز محمد توفيق رئيس القناه الاهلي من برج العرب علشان نطمن من خلاله على اخر الكواليس والاستعدادات بالنسبه للنادي الاهلي لمباراه الغد الهامه جدا، مباراه بطوله السوبر. يا توفيق اهلا بيك. مساء الخير يا امير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان وبرنامج الترند. اهلا بيك يا توفيق، عايز اطمن من خلالك على كل هنا يا امير من فندق اقامه النادي الاهلي بمدينه برج العرب محافظه اسكندريه، واليوم الرابع للمعسكر، وكمان زي ما بنقول يعني ده اليوم الختامي قبل مباراه الغد ان شاء الله في بطوله السوبر المصري ما بين النادي الاهلي ونادي طلائع الجيش. يمكن الامور هنا بتسير على خير ما يرام، اجواء اكثر مرقعه داخل المعسكر الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. يعني خليني اكلمك عن تفاصيل اليوم النهارده، اليوم الاخير قبل مباراه الغد باذن الله. يمكن الفريق تناول وجبه الفطار في تمام الساعه 11 صباحا، وبعد كده كانت
كانت وجبه الغداء في تمام الثالثه، بعد كده ان شاء الله هيكون في محاضره في تمام الساعه الثالثه مساء، ومن بعدها ان شاء الله في السادسه والنصف الفريق هيتحرك مباشره الى استاد برج العرب لاداء المران الاخير للفريق قبل المباراه، هو نفس ملعب المباراه غدا ان شاء الله. يمكن الجهاز الفني للنادي الاهلي فضل ان المران الاخير يقام على نفس ملعب المباراه، خاصه ان فريق النادي الاهلي طبعا انت عارف ما بقاش يعني بقاله فتره كبيره ما لعبش مباراه على ملعب برج العرب اللي كان مقفول لبعض اعمال الصيانه والاصلاح، واعتقد يمكن الصور اللي تابعناها على مواقع التواصل الاجتماعي او في المواقع الاخباريه الاستاد بقى بشكل اكثر من رائع، واعتقد ان شاء الله يعني هيكون يساعد الفريقين ان شاء الله ان هم يقدموا مباراه كبيره ان شاء الله، ويساعد على اداء الجمل التكتيكيه والفنيه اللي الجهاز الفني شغال عليها. يعني خليني امير اقول لك ابرز ملامح المعسكر هنا في مدينه برج العرب، يمكن اجتماعات مستمره للجهاز الفني بقياده مستر بيتسو موسيماني دائما مع افراد الجهاز الفني، يمكن في اكتر من محاضره كل يوم بيبقى في محاضره فنيه بيتكلموا فيها مع اللاعبين، خاصه ان انت في عناصر جديده دخلت الفريق فلازم طبعا يبقى في كلام معاها على اسلوب الجهاز الفني واسلوب شغله في الملعب وكمان شغل التحضير للمباريات في الفتره الاخيره خاصه مع دخول العناصر الجديده. كمان يمكن ابرز سمه في المعسكر هو حضور الكابتن محمود الخطيب لليوم الثالث على التوالي، موجود ومقيم هنا مع الفريق في معسكره بمدينه برج العرب، دائما حريص على التواجد مع اللاعبين ومؤازرتهم والتواجد بجانبهم خاصه في المواقف الصعبه. كابتن محمود الخطيب دايما معودنا انه موجود مع الفريق دايما خاصه قبل المباريات المهمه او البطولات المهمه. كمان انا عاوز اكلمك عن دور الجهاز الاداري وكابتن سيد عبد الحفيظ، يمكن موفرين كل سبل الراحه للفريق هنا داخل فندق الاقامه، يمكن زي ما قلت لك او ذكرت في مداخله قبل كده تناول الطعام بيكون في قاعه مخصصه للنادي الاهلي بعيدا عن بقيه نزلاء الفندق، كمان في قاعه مخصصه للمحاضرات والصلاه للفريق بشكل منفرد وبشكل منعزل عن باقي نزلاء الفندق. كمان يمكن الجهاز الاداري موفر كل السبل والعمال موفرين كل سبل الراحه للفريق، اداء اكثر من رائع داخل يعني المعسكر هنا امير، اعتقد ان شاء الله ده هنشوف ثماره باذن الله في مباراه الغد وفي مباريات الموسم بشكل عام، خاصة ان النادي الاهلي زي ما بنقول يعني ما فيش معسكر طويل دخلوا من فترة طويلة، خاصة في ظل تلاحم المباريات، يعني عندك بطولة افريقيا بطولة الدوري بطولة الكاس بقالنا سنتين تقريبا ما خدناش اجازة، فدي اول اجازة واول معسكر. كمان عايز اشيد بدور الجهاز الطبي بقيادة الدكتور احمد ابو عبلة، كان اداء اكثر من رائع، الراجل شغال هنا الدكتور احمد ابو عبلة يعني شغال باداء اكثر من رائع داخل المعسكر ومتابعه حاله اللاعبين، وكمان يا امير يمكن كان يعني باله مشغول دايما بكمان اللاعبين اللي موجودين بالقاهره وبيتابع مع بقيه افراد الجهاز الطبي والتاهيلي بالنادي الاهلي دايما اخبار اللاعبين سواء بيرستاو او كمان اللاعبين المتواجدين في القاهره محمود متولي وجميع اللاعبين وحالتهم، في دايما تواصل ما بين الاسكندريه وما بين القاهره لاطمئنان على حاله جميع اللاعبين. كمان خلينا نشيد بدور الدكتور عبد الرحمن سعيد اخصائي التغذيه بالنادي الاهلي، النادي الاهلي مش سايب اي حاجه للصدفه يا امير، يمكن برنامج غذائي محدد لجميع اللاعبين، يعني الدكتور عبد الرحمن بنفسه هو اللي بيشرف على احضار الوجبات وتجهيزها، مفيش لعيب بياكل زي التاني لا، كل لعيب على حسب القياسات البدنيه اللي معموله له، محدد ليه برنامج غذائي، عدد جرامات من كل عنصر غذائي، عدد الوجبات، نوعيه الغذاء داخل الوجبه، يمكن مجهود اكثر من رائع. يعني عاوز اقول لك اللاعبين يعني ده معسكر زي ما بقول اعدادي وشاق جدا على اللاعبين، يعني سواء في ان بقى في انعزال تام في تركيز في التدريب في المحاضرات كمان حتى في الاكل يا امير، يعني عاوز اقول لك تقريبا الاكل من غير ملح اصلا اللي اللعيبه بتتناوله، وده طبعا ليه ضروره طبيه وضروره غذائيه بيحددها طبيب الفريق دكتور احمد ابو عبله مع اخصائي التغذيه دكتور عبد الرحمن سعيد، فطبعا لازم نشيد بدورهم، والدور ده يا امير اعتقد يعني تحمل اللاعبين في فترات الاعداد بيكون ليه مردود طيب جدا خلال الموسم، وده بيبان جدا خلال الموسم على اداء اللاعبين، خاصه احنا شفنا فريق النادي الاهلي يمكن اجهاد طويل تواصل مواسم، يا رب ان شاء الله يعني يكون المعسكر بدايه ان شاء الله لحصد البطولات اللي هندخلها كلها السنه دي، وان شاء الله تكون البدايه غدا ان شاء الله بمباراه طلائع الجيش لتقام في السابعه مساء على ملعب استاد برج العرب اللي تقريبا بيبعد عن ملعب عن فندق اقامه النادي الاهلي هنا 15 دقيقه بالظبط يا امير، يعني دي كانت كل اجواءنا من داخل فندق الاقامه، دايما نتمنى التوفيق للنادي الاهلي وان شاء الله بكره تكون اول حصاد اول بطوله في موسم طويل ان شاء الله من البطولات. الكلمه ليك يا امير اتفضل. بشكرك يا توفيق، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي كان معانا من اسكندريه وطمنا على كل الكواليس والاخبار اللي بتتعلق بالنادي الاهلي قبل 24 ساعه تقريبا من مباراه الغد امام طلائع الجيش في بطوله السوبر، ان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. هروح لفاصل بعدين نكمل، استنونا. ايه اللي اتقال على النادي الاهلي في السوشيال ميديا؟ هنشوف الكلام ده من خلال ترند الاهلي والحسابات الرسميه المختلفه. نبتدي بحساب بطولات على تويتر
واللي بيتكلم على ان الاهلي بيختتم تدريباته اليوم استعدادا لطلائع الجيش في السوبر المصري كمتابعه يعني لاستعدادات النادي الاهلي لمباراه الغد. واحنا قلنا لحضراتكم كل الكواليس اللي بتتعلق بهذه المباراه. نروح كمان للوطن سبورت واللي بيتكلموا على ان الاهلي يتدرب على ركلات الترجيح قبل مباراه السوبر امام طلائع الجيش. ده طبعا واكيد ولازم لان انت مش ضامن المباراه ظروفها هتكون عامله ازاي. وارد جدا انت توصل لركلات الترجيح، فبالتالي لازم ومهم جدا ان انت تكون مستعد من كل الجوانب اللي ممكن تقابلك في المباراه. ان شاء الله ما نوصلش لركلات الترجيح وان شاء الله الاهلي يحسم في ال 90 دقيقه. نروح للمصري الرياضي وحسابهم على تويتر واللي بيتكلموا على ان الاهلي لا يخسر مع صافره غربال، 4 انتصارات حمراء ولقبان. يعني مصطفى غربال طبعا احد ابرز الحكام اللي يعني حظنا حلو جدا معاه، هو حكم مميز من حكام الصفوه في افريقيا. الراجل ده لعب او ادار 4 مباريات للنادي الاهلي منهم مباراه عمرها ما هتتنسي طبعا، لكن اول مباراه كانت ايه؟ الاهلي وتاونشيب البتسواني في 2018، الاهلي فاز 3-0. نهائي افريقيا طبعا القاضيه ممكن 2-1 قدام الزمالك بالنسبه للنادي الاهلي، البطوله اللي قبل اللي فاتت على طول التاسعه للاهلي. وثالث مباراه كانت السوبر الافريقي امام نهضه بركان، السوبر الافريقي الاخير اللي فاز فيه الاهلي 2-0. ورابع مباراه كانت الاهلي وسيمبا في ختام دور المجموعات الافريقي الموسم 2021 وفاز الاهلي 1-0. يعني بنتفائل بيه وحكم مميز ان شاء الله يكون موفق في اداره المباراه غدا. تعالوا نشوف اخبار اخرى كمان، ده من ذا اثليتيك نقل عنهم في الجول واللي قال ان الامارات ابدت رسميا اهتمامها بتنظيم بطوله كاس العالم للانديه. احنا عارفين ان اليابان اعتذرت، فبالتالي في بعض الدول المقترح تنظيمها لهذه البطوله سواء قطر، الامارات زي ما احنا بنشوف وبنقرا دلوقتي، السعوديه كمان ابدت رغبه، جنوب افريقيا زي ما حضراتكم شايفين كمان يعني بترغب في تنظيم هذه البطوله الكبيره والعالميه المهمه جدا اللي هيكون متواجد فيها الاهلي وتشيلسي طبعا الانجليزي. فهنشوف في الاخر الاستقرار هيكون على انهي دوله من قبل الاتحاد الدولي لكره القدم. حساب دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه على تويتر قال ان الدور التمهيدي الاول لدوري ابطال افريقيا قال المواعيد، وبيقول كمان استعدوا لمباريات الدور التمهيدي الثاني اللي هو طبعا دور ال 32. واحنا عارفين ان الاهلي هيقابل بطل النيجر يوم 15 اكتوبر، ده موعد مباراه الذهاب هناك في النيجر. مباراه الاياب هتكون يوم الجمعه 22 من نفس الشهر ان شاء الله على استاد الاهلي والسلام، ويكون الاهلي موفق باذن الله عشان يتاهل لدور المجموعات من بطولته الافريقيه المفضله باذن الله تعالى. دي كانت اخبار الاهلي على السوشيال ميديا، هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل. يلا اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نشوف الترند العالمي وابرز الاخبار نتكلم عنها ونعلق عليها، ونبتدي طبعا بنجمنا المصري العالمي محمد صلاح وحسابه على او حساب في الجول على تويتر، واللي بيتكلموا عن احصائيه بعد مرور 5 جولات وبيقولوا ترتيب محمد صلاح بين منافسيه في الدوري الانجليزي. هو متصدر الهدافين بالتساوي مع برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد ومايكل انطونيو برصيد 4 اهداف، انطونيو طبعا مهاجم فريق ويستن. سادس اكثر من صنع اهداف، صنع هدفين في 5 ماتشات. ثاني اكثر من سجل ركلات جزاء، ضربه جزاء واحده. اكثر من سدد على المرمى في الدوري الانجليزي حتى الان 13 تسديده، فارقام مميزه جدا لنجمنا المصري محمد صلاح. بادي بدايه اكثر من رائعه، يا رب يكون موفق في الاستمراريه على هذا المستوى وعلى احراز الاهداف والارقام القياسيه اللي بيحققها يعني. لكن المشكله اللي من امبارح بالليل لحد النهارده الكلام عنها كتير جدا، وطبيعي لما يكون الحديث عن ميسي وخروجه في الشوط الثاني في الدقيقه 76 فلازم هيكون في كلام كتير، خصوصا كمان بعد الرياكشن بتاع ميسي مع بوكيتينو المدير الفني الارجنتيني لباريس سان جيرمان. وده من حساب جول على تويتر واللي رصدوا صوره او نشروا صوره لميسي اثناء خروجه في مباراه باريس سان جيرمان في الدقيقه 76 ونظرته لبوكيتينيو. هنا يقال ان بوكيتينيو كان بيساله هل انت كويس في اي مشكله؟ قال ما فيش اي حاجه، انا كويس يعني، بس استغرب وتقريبا ما سلمش عليه، واضح من الصوره يعني. فواضح ان ممكن يكون في بوادر ازمه بالنسبه لفريق باريس سان جيرمان مع ميسي. هنا عاملين زوم اكتر شويه، ده من خلال حساب بليتشر فوتبول على او ترول فوتبول على تويتر، ونفس الصوره لميسي وعلق ميسي كان يعتقد ان كومان مدرب سيء. هل هنا في اشاره ان بوكيتينو كمان مدرب سيء او ايه؟ مش عارف قصدهم ايه من الخبر ده تحديدا، لكن بوكيتينو كان ليه تصريحات مهمه جدا اتكلم عنها.
وقالها، لكن وضح كل الامور اللي فيها وقال ان كل التغييرات والحاجات دي ممكن تحصل في اي مباراه على حسب مجريات الامور. احنا هدفنا دايما واحد، ان احنا نكسب، وكان مهم قوي ان احنا نكسب مباراه ليون بعد ما خسرنا او تعادلنا مع كلوب بروج في تشامبيونز ليج. يعني دي ابرز الاخبار العالميه واهمها. اتكلمنا عن صلاح واتكلمنا عن ميسي، تعالوا بقى نشوف كمان تفاعلات حضراتكم عن سؤال الحلقه واللي بيتعلق بمباراه الغد الهامه جدا للاهلي في السوبر امام طلائع الجيش، ومين كمان ممكن يجيب الاهداف. نبتدي باحمد حنوره واللي قال 2-1 لينا باذن الله، السوليه في الشوط الاول وقفشه في الدقيقه 85 45 من زمن المباراه. ماشي يا احمد. تعالى كمان نشوف امام محمد امام واللي قال ان شاء الله فوز الاهلي 2-1 على طلائع الجيش، محمد شريف وحسين الشحات. ناخد كمان مين؟ يوسف حسن واللي قال 3-1 للاهلي، ميكي سوني وشريف وحسام حسن، تبقى بدايه كويسه جدا للصفقات الجديده في الحقيقه ده لو حصل. نروح كمان لحسن عبد الله واللي قال مساء الخير عليك يا امير، مساء الفل عليك يا حسن، اتوقع فوز الاهلي 2-0 ان شاء الله باقدام محمد شريف وحسين الشحات. يعني دي ابرز تفاعلات حضراتكم على سؤال الحلقه. ان شاء الله كلنا نتمنى فوز النادي الاهلي في هذه المباراه، ان الفريق يكون موفق ويحقق نتيجه مميزه وبطوله مهمه مع بدايه الموسم الجديد باذن الله تعالى. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند، ليس لدينا المزيد، وان شاء الله كل الجديد في حلقات اخرى من نفس البرنامج. استنونا، سلام.